السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة الموديان، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة إزاي تشغل سماعات على الهاتف المحمول بدون مصدر خارجي للتيار الكهربائي. دي سماعتين USB ليهم مدخل للباور USB ومدخل للصوت. هنستخدم الهاتف مع وصلة O2G، وصلة O2G نوع تايب سي، والناحية دي وصلة USB. هنوصل الوصلة بالهاتف وهنوصل مصدر التيار الكهربائي الخاص بالسماعة. هنوصل وصلة الصوت بالهاتف، نشغل كده. نكون خلصنا حلقة النهاردة عن فكرة ازاي تشغل سماعات USB على الهاتف المحمول، وبرضو نفس الفكرة ممكن تستخدمها لو معك ريسيفر ميني عاوز تشغل بدون ما تشغل الشاشة. هتشغل وصلة USB وده في مدخل الاي في الخاص بالريسيفر. شكرا متابعين قناتكم المذيعة، اتمنى تكونوا استفدتم من الفكرة. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.